هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لـ500 فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج. هات إيدك في إيدي يا ليبي وليبي، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبيا وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبيا وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي يراك الله. تهوني نعطيك عيوني وفي قلبي تكوني نبض الحياة. مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من ليش ما تبدأ. شاب طموح وطالب في كلية القانون ومجتهد في دراسته، وإلى جانب أنه هو يقرأ يخدم وشايل حرفة، هو الشاب الطموح صالح وريت من عربته ورغة. ما تمشوش بعيد في ليش ما تبدأ. صالح، نرحب بك من خلال برنامجنا ليش ما تبدأ، ونحييك على أنك أنت شاب ليبي طموح وقاعد تقرأ وقاعد تخدم في نفس الوقت. يريد تتعرف السادة المشاهدين من هو صالح وريت؟ طبعا أنا صالح وريت، طالب في كلية الحقوق. قبل ما أكون طالب في كلية الحقوق كنت إنسان نوعا ما سلبي شوي، فهمت؟ لكن بعدين لما قعدت التفكير بيني وبين نفسي، فهمت لابد من السلبية دي نحولها من حاجة سلبية لإيجابية، فهمت الفكرة وين؟ فقبل أن أكون طالب في كلية الحقوق طبعا كنت طالب في كلية القانون في ترهونة غادي. في ترهونة ما شاء الله. فالحق ما كيف ما تقول إكي ما مشتش الأمور غادي واحد إكي، فسيبت جيت من ترهونة انتقلت لي هنا أقرب مني شوي، انتقلت لي طبرق. طبعا الانتقال دي جت قرار أسري، قرار لا مش أسري لوحدي دي، يعني طبعا الأسرة موجودين غادي في طرابلس، يعني أنا جيت بروحي كويس ليش إن نجي نكمل قرايتي. في نفس الوقت لقيت إن القراية تبي مصروف، فهمت؟ كويس. المصروف هذا ما فيش إلا ما يجيش إلا من تعمل بيدك والله، المهم ما فيش كيف إنك أنت بتصرف لوحدك إلا من خلال تقرأ وتخدم في نفس الوقت، فهمت؟ وجيت سجلت في كلية الحقوق ومشيت الأمور كيف ما تقول في الدراسة في كلية الحقوق بين قراية وخدمة، والحمد لله ربي وفقني ومشيت الأمور الحمد لله. ما شاء الله. هذا مبدئيا على أن صالح اختصر لي حكالي، قال لي أني أنا
من البداية يعني كنت نقرأ في ترهونة، ولكن يعني كنت شخص سلبي، شخص سلبي. ركزوا على كلمة بين قوسين، شخص سلبي. شخص سلبي، الفكرة انك انت اكتشفت روحك انك انت شخص سلبي. يا ريت تشرح لي شن كنت مثلا تدير، وكيف جاتك الشجاعة انك انت تحاسب نفسك في نفسك وتاخذ القرار هذا انك انت تشيل مسؤولية وتوكل على الله وتسعى في عمل، وما شاء الله يعني تفكير ايجابي ومش سلبي. احكي لي كيف جاتك الفكرة بين قوسين انك انت كنت سلبي، يعني كيف شنو اشرح لي. والله سلبي كيف ما تقول، كنت ضربة كيف ما تقول، اغلب الاوقات ناخذ فين قهاوي، طلعت مع الشباب واحد، وبعدين فكرت بيني وبين نفسي هكي وتشبح وضع البلاد، فهمت؟ وبصراحة هكي وجعني وضع البلاد هكي، وقلت ما فيش إلا نخش القانون لعل وعسى نصلحه شوي من وضع البلاد. لفتة طيبة، طموح شاب ليبي، ربي يحفظ تورغة وعرب تورغة ويحفظك يا أخوي صالح. يعني تفكيره وطموحه أنه هو إصراره أنه هو يخش كلية حقوق عشان أنه هو يعني طامح أنه هو يصلح يعني الأمور السلبية، أو أنه هو حابب أنه يعطي بلاده من خلال قرايته وشهادته اللي ربي وافقه وإن شاء الله ياخذ. أنت سنة ثالثة حالياً؟ سنة ثالثة حالياً يعني. طبعاً سنة ثالثة دي خشت لها بعد وانتقلت لها بعد جهد جهيد بصراحة الحق، لأن سنة ثانية طبعاً هوني عانيت قصدي بشكل بصراحة بشتى صعوبات في المرحلة هذه، فهمت؟ بين قسمت روحي بين الدراسة وبين الخدمة، وكانت في صعوبات الصراحة. من أي ناحية؟ الصعوبات من جميع النواحي، كيف أن تنظيم الوقت بين الدراسة وبين العمل. طبعا الفترة دي قصدي مريت مرحلة أنني ما قدرتش كان قسم وقتي بين الدراسة وبين العمل صراحة الحق. يعني أغلب الأوقات قعدت ناخذ فيه في العمل مش في الدراسة ما شاء الله. وبصراحة في فترة من فتراتك قصدي فكرت ان مثلا عندي في سنة تانية عندي 10 مواد اقسمتهم بصراحة هكي، اقسمتهم قلت نصفي 5 والخمسة التانيات بيقعدوا في الدور التاني كيف ما تقول، باش اوفق بين الدراسة وبين الخدمة، لان هي كيف ما تقول عندي نية في حياتي بالذات واحدة ترفع التانية، فهمت؟ صح صدقت صح. فالحمد لله بفضل الله تعالى الحق ما كيف ما تقول البرنامج اللي كنت مدايره والنظام الحق ما صارش منه ومشيت الأفضل وصفيت ومشيت المرحلة اللي بعدها. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بالنسبة للدراسة والمجالك العلمي، انت يعني ما شاء الله يعني داير حتى سيستم بين المواد وبين عملك، يعني مش داير معادلة باش انت توفق بين الاثنين، يعني هذه ميزة كويسة. اخويا صالح، الشباب اللي كنت معاهم في ترهونة واللي او اصحابك مثلا بمعنى اصح اللي هم كنت تطلع معهم بزرادي وانك انت تمشي معهم مقاهي وكذا وني يعني تدير وقت، وانت اكتشفت انك انت لازم تكون شخص ايجابي وغيرت من نفسك، يعني هذه لقطة يعني ما تصيرش عند اي شاب يعني بالامانة، وعندنا شباب وكوادر يعني ما شاء الله يعني على مثال صالح قدامك. صالح شن تشوف ينقص الشاب الليبي على انه هو يبادر خطوة كفادي وانه هو يكون شخص ايجابي ويفكر نفس تفكيرك انت مثلا، شو اللي ينقص الشاب الليبي؟ والله اول شيء نشوف فيه ينقص قصدي الدعم، الشارع اللي يقول لما يدعم دعم قصدي لما يخلي الشخص الشارع هو نفسه يخلي الشخص ايجابي ولا سلبي، فهمت؟ هو اللي يخلي يولد من شخص ايجابي، كيف ما تقول لما تلقى الشارع انه هو يدعم دعم معنوي انه هو يكون شخص صالح في القدام، فهمت كيف؟ انه هو يكون ايجابي وهذا يصير منه قدام، وقصدي يدعمه مثلا حتى في الخدمه وفي الواحد هيك ما يقصرش معاه ولا حاجه هيك، الواحد هيك يصير منه الشخص، فهمت؟ صالح لكن معلش تو انت قلت الشارع لما يكون الشاب انه هو يلقى دعم من الشارع برفع الروح المعنويه يغير في روحه، انت من غير لك؟ من ساعدك على انك انت تغير نفسك كي وانك انت تقدم على الخطوه هذه؟ والله اول شيء قبل لا نطلع للشارع اللي ساعدني على الشيء ده فهمت الوالد والوالده، وعندي اخوي كبير ربي يحفظه تمام، وعندي طبعا اصدقاء الله يحفظهم حتى هم، مع كل ما نهدر زنيام واحد زي توك نقول انني مثلا حلمي بندير هذيك الشيء وانني بندير هذيك الحاجه، طبعا يدعموا فيا معنوي حتى في دعم مادي، لكن حتى ولو بسيط لكن يعتبر دعم مادي بالنسبه لي كبير، فهمت؟ والصراحه الشباب دعموني كهلبة ودعموني العائله ما شاء الله.
صالح انت لكن في تناقض بس في الكلام, معلش سامحني. انت قلت لي لما انا سالتك قلت لك اصحابك اللي كنت معاهم تمشي تزرد معاهم وتطلع معاهم في القهاوي وكذا وني, وانت غيرت من روحك, جاء قرارك انك انت اكتشفت روحك انك شخص سلبي وحاولت انك انت تصلح وتدير الصح, انك انت تخدم وتشيل مسؤوليه عشان تصرف على روحك. هذه فكره كويسه. سالتك قلت لك شن ينقص الشاب الليبي, انت انت من اصحابك واللي تعرفهم, شن ينقص الشاب الليبي عشان انه هو مثلا يدير نفس الخطوه اللي انت درتها؟ هل في اسباب مثلا؟ انت قلت لي الشارع, الشارع كيف فهمني الشارع؟ مثلا ان مثلا الشخص لما يحصل مثلا جماعه مثلا يخالط فيهم ولا حاجه, يجي يقولوا مروني مثلا من دير هذيك الحاجه, لما بيلقى من انه هو يوافق على الشهيدة ويشجع على الشهيدة طبعا بيقدم خطوة هو, لكن من لما يلقى شخص او جمعته اغلبيتهم يقولوا لا انت شخص فاشل. تقصد رفاق السوء مثلا؟ في اللي تلقى رفقة عطيبة معلش, وفي اللي تلقى الكويس يحطك على الطريق الكويسة ويساعدك كيف ما انت ما ذكرت وهكي, ولا لا وانت تقصد هكي حاجة زي توك؟ تمام. يعني نحن نقول صالح ضح في جروب ما شاء الله كويس وني وشجعوه صح عليك, وكيف ما تقول حولوني من شخص سلبي لإيجابي نوعاً ما. كويس. هذا بعد ما أنت ما فكرت وطرحت عليهم, قلت لهم أنت أنك أنت تبي تنتقل وأنك أنت تبي تخدم وهكي؟ إيه قلت لهم. إيه وبصراحة الحق وأكثر شخص دعمني في الفكرة دي شخص شاب صديقي يعز علي اسمه زهير عون, هذا شخص بارك الله فيه وربي يحفظه إن شاء الله وين ما كان. هذا الحق هو اللي طبعاً علمني الصنعة دي اللي نحن فيها حالياً, وقلت له راه وني نبي ننتقل من هنا ونمشي لطبرق ونبي نتعلم صنعة باش نوفق بين الدراسة والواحد. نجد بالله لا علمني في الصنعة دي بارك الله فيه صراحة. ما شاء الله صالح. صالح ما واجهناكش بعض المشاكل بين الدراسة وبين العمل؟ مثلا يوم هيك يصير لك مطب مشاكل عواقب مثلا نفسيتك قالت ان هي لا والله يصير لك احباط, هل عشت شعور الاحباط مرة هيك ويأست انك انت تخدم؟ بصراحة هو عشت أكثر من مرة شعور الإحباط هذا, لكن لما مريت بقى المرحلة دي صراحة قبل أن نقوم بأي خطوة فهمت نفكر, ولما نفكر نتذكر أني جيت على ما يقارب 1500 كيلو متر, ما نبيش صراحة نفوتهم هيك خلاص والفاضي فهمت. تمام. فكل ما نفكر كل ما جيت الإحباط صراحة نفكر في النقطة هذه بالذات أني جيت من غادي فهمت وجيت المسافة هذه بعيدة وتعب الطريق وعارف انت وضع البلاد وواحد هيك ما الحق نتراجع عليه البرنامج هذا ونحفز في روحي أكثر من مرة, وعندي الصراحة نتصل نكلم في أخوي وعندي الأسرة حتى ما يحفزوا فيها ويزيدوا لي في معنوياتي الصراحة الحق. ما شاء الله. مشاهدينا الكرام حنكملوا مع صالح ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد ونحب نتعرف على صاحب الحوش, جاب لنا قهوه وضيفنا بارك الله فيه. نرحب بيك من خلال برنامجنا ليش ما تبدا. سلمك بارك الله فيك. معك الاخ حميد الشلوي سكان مدينه طبرق. مرحبتين بيك بنوتك ربي يحفظها لك. سيدي حميد الشلوي بارك الله فيك. الله يسلمك بارك الله فيك. الله يسلمك. نحن اليوم طبعا جينا لصالح وريت, وصالح وصف لنا مكان عمله قاعد يمارس في عمل, هو طالب, وفكرة انه هو شاب ليبي ومن عرب تورغة ربي يحفظه وطالب في كلية القانون وشايل مسؤولية ويخدم. كيف جات الفكرة انك انت كلمته ولا من جاب لك صالح؟ والله انا جاب لي صالح علم ابو ناصر يخدمه وياه ومش معطي فيه طريق الحق, اللي شاب ليبي وعلى كيفك, وانصدمت بيه لما قال لي انا طالب جامعي كلية القانون من سكان ترهونة ونخدم على حالي, انعجبت منه ويريت كل الشباب الليبي وشباب الطبرقي بصفة عامة ياخذوا حذو صالح. ما شاء الله ما شاء الله. لأن نحن عندنا نسبة كبر عند الشباب, يعني الخدمة اللي يخدمها صالح ممكن يتعرض منها لا ما نخدمهاش ومش عارف شنو. واو صالح جاته الجرأة ودار معاه كم لقاء وشاب يعني ملتجئ لكلية القانون وربي يتمم له على خير إن شاء الله ويخدم صح له بارك الله فيه ياكل فيها حلال مصف ترفع الرأس خدمته. بارك الله فيك على هالكلام الطيب. فعلا يعني نحن يعني بودنا أن الشباب الليبي يعني يكون تفكيره تفكير إيجابي, يكون يعني مش غلط العمل, والله ما هو عيب العمل, عبادة العمل, رزق الحلال يعني له طعمته الخاص كيف ما نقوله. صالح رسالة تحب توجهها للشباب الليبي وأي شاب
تشوفي انه هو مثلا يضيع في وقته، انه هو مش مستغل الوقت، انه هو مثلا اتكالي، شن توجه رساله للشباب عامه؟ والله نوجه رساله للشباب عامه، طبعا الوقت ثمين قبل كل شيء، وثاني شيء ان لازم ان هو كل شاب يستغل الوقت في حاجه تفيده هو وتفيد بلاده، فهمت؟ لو سألتك سؤال وقلت لك أنت عملك شن تخدم؟ أنا موظف في الشرطة الزراعية. موظف في الشرطة الزراعية. موظف في الشرطة الزراعية، خريج كلية الهندسة، خريج هندسة معماري، ورحلونا زمان في عهد معمر، وبعدين حطونا في المشروعات في المرافق، وبعدين رحلونا المركز الوطني، وتو حاليا يعني لي قريب 5 سنين أو 6 سنين في الشرطة الزراعية. تبارك الرحمن، ما شاء الله. قبل ما تتعين وقبل ما تتخرج وأنك أنت يعني تكون من كوادر الموظفين في الدولة، هل خدمت من قبل هيك سعيد كيف مثلا ما شفنا اليوم صالح؟ خدمت وعم بدي حكيت تحت صالح، خدمت أيام أنا طالب في الإعدادي، خدمت عامل في الميناء. ما شاء الله، عامل على البواخر، مشتغل عامل في الميناء، وبعدين قعدت نخدم برا، مسكت محل، وبعدين قعدت اتجهت الخدمة أخرى على رأسي برا. كم سنة؟ والله فترة دراستي كلها، خذ الإعدادي وخذ الهندسة، محل الهندسة قرب 6 سنين يعني، وانا نخدم على راسي. يعني حتى انت فترة الدراسة كنت تخدم يعني؟ نخدم، خدمت عامل في ميناء طبرق. ما شاء الله، خدمت عامل على البواخر وعلى شوالات الدقيق وعلى أقمشة أيام الملابس، أيام كلام هذا كله قبل الأحداث يعني، قبل 2011 بالضبط. ما شاء الله، خدمت. البلاد فيها خير كيف ما نشوفه يعني؟ خير تبينا نحن كشباب، بس تب الشباب اللي كيف صالح بارك الله فيه، يلجأوا الإدارة صالح، يلجأوا لشبابها وطالب قانون يعني، مش حاجة سهلة. بكرة بعد بكرة يتخرج ما شاء الله، ربي يحفظه، يلجأوا للخدمة، يا الخدمة مش عيب. الشباب هم عمدة البلاد، توام الركائز الأساسية للبلاد، لكن العنجهية متاعهم والجهل والكبر، لا ما نخدمش لا ما نديرش، هذا ما ينفعش، هذه ما تبنيش دولة. أو الشباب قاعد يقاتل في المحاور، جيل 90 وجيل 2000 هذا كله ذاب، وشباب قاعد يقاتل كيف صالح يخدم على راسه، وطالب في كلية القانون، مش في أي كلية، كلية القانون وطالب يعني. ما عرفش يلجأ للأمور للجيش، لجأ للخدمة على راسه، يبي يبني دولته، أو يخدم ويقرا هالاثنين. يعني نحن نقوله من مبدا يعني يد تبني ويد تحارب، شبابنا لازم يكون حتى هو يعني واعي فكريا وثقافيا واجتماعيا. شبابنا نقسم الوعي، بس ما فيش عندهم ايجابيه بالكل يعني، اغلبيه الشباب نسبه 60% سلبيين. تلقى يعني وين ما تمشي تلقى الشباب قدامك لخدمه لقدمه، في الجامعات، في البلاد، تضايق تمشي انت وهالك البلاد تلقاهم قدامك، في اي مكان تلقاه، كانك ما تخدم لا ما نخدمش خدمه، هذه زواق، نجار، نتاع بلوك، نتاع خام، لا ما نخدمش. انا ملي الشرف نخدم تلقاه ياخذ في مصروفه من امه ولا من ابوه، ماشي عادي. بي ترى ان دور الاسره له دور في الموضوع هذا؟ التربيه لها دور كبير، تربيه الوالدين لك وانشاوك النشاه الصحيحه وعلموك، هي هذا الاساس اللي تلقاه يديرك. والله ما مربنا قصه التربيه 100%، اغلبيه اليد العامله عندنا مصريه، سوريه، سودين، نسبه ضعيفه تلقاه شاب ليبي. تفرح والله لما تشوف شاب ليبي يعني يدك العامله كلها شباب ليبيه، كي زواك كي بناي، من نادر تلقاه كيف صالح. او صالح جا من ترونه ما يعرفش حد في طبرق، جا وبدا يخدم، تو له فتره يخدم ما شاء الله، ما شاء الله، ويخدم مع راجل ما شاء الله تبارك الله يعني، مش معطي فيه طريق، سوري حتى مش ولد بلاده، لكن كانه ولد بلاده السوري معه. ما شاء الله ما شاء الله. رساله تحب توجهها اليوم قبل ما نختم معك؟ والله رساله نوجهها للشباب الليبي كله بصفه عامه، وشباب طبرقي خاصه، انهم يحذوا حذو صالح، يحذوا حذو صالح وريد، اهو متباعد جاي من 1500 كيلو يخدم يعني، احذوا حذو صالح، فكونا من السلبية، خلوكم ايجابيين واشتغلوا على حالكم يعني، ليش ما تبدأ؟ هات ايدك في ايديا يا ليبي وليبيا، اليوم جبتوا الحرية نبنوا بلادي هيا. هات ايدك في ايديا يا ليبي وليبيا، اليوم جبتوا الحرية الحرية نبنو بلادي هيا. عالي قدرك فوق الراس، وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس، نفدوك بحب وإخلاص. عالي قدرك فوق الراس، وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس، نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي، يراك الله لا متهو.
هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لـ500 فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج.